شيف مريم، مريم بتسوي لنا الدولمة العراقية اللي على بطنها وظهرها، شو مكوناتها شيف؟ مكوناتها الرز مغسول وجاهز. نعم. البصل سلكته شوية وقشرته وهذه وقطعته مجهز. ها مجهز هذا البصل. انزين. عندي الباذنجان حفرت الباذنجان وطلعت البطن ماله، وعندي الكوسة نفس الشيء هم حفرتها. انزي. عندي الفلفل نفس الشيء همينه حفرته، ومعجون الطماطم عندي الطماطم نفس الشيء همينه سويتها حفرتها، وبصل اخضر مفروم مع بقدونس مفروم مع طماطم مفرومه مع ثوم مفروم مع ماجي 4 مكعبات ماجي. نعم. حطيت عليه شويه مي حار. زين. ورق العنب. أنا ورق العنب احنا عادة نسويه بالسلق، بس وعادة احنا نسويه بالسلق بس، لكن اليوم السلق ما لقطنا، جابت بدال السلق البديل اللي هو ورق العنب. ورق العنب. انزين. عندك هني ليمون معصور. وهذا دبس الرمان. ملح. ملح. كاري. فلفل اسود. 7 بهار. الدولمة تحب البهارات. انزين. وكركم. هم بهارات مشكله. انزين. يعني تحب. وهذا لحم مفروم. وهذا ريش. وهذا للشعبيه مال الجدر. اي. وهذا الريش لحم مفروم ومغسل وزهر. هذه كلها المحتويات والاشياء اللي بتسوي لنا فيها ام مريم طريقه الدولمه اللي على بطنها وظهرها. شكرا يا شيف مريم. يعطيك العافيه ابو محمد. البصل المفروم، الطماطم المفرومة، البقدونس المفروم. كل مرة واحدة هذا؟ كل مرة واحدة. اللحم المفروم. هذا اللحم كذا غسلته وجهزته. غسلته وشاخلته بال. يعني بالمشخلة. بالمشخلة. انزين. وحين ابدي الثوم. ثوم. كل هالاشياء اللي حطتها حينه. وهذا ابدي والمعجون معجون الطماطم، يعني احنا عندنا كميه والجدر عود كبير. الجدر هاي الطماطم معجون الطماطم العود، وهذا الماء الليمون. عصير الليمون. عندنا دبس الرمان. عندنا الملح. عندنا البهارات. كلها البهارات كل شيء اللي حاطت لنا بتحطه من شوي شوي شوي. فلفل. خاشوقه خاشوقه خاشوقه. كل اللي عدته من ساعه الحين قاعد تحطه منه. وحين بتهفسه كله كامل. بهارات مشكله، يعني الدولمة اللي كان سابقا تحب البهارات. المواد هاي المواد كلها خليها حتى تتجانس. ام مريم طالت عماركم الحين شو سوت؟ حطت البطاطا تحت وحطت الريش فوقه. الحين هي. والحين بتحط زيت. وفي هالاثناء طالت عماركم. الشعبيه مال الجدر. وحين ها كلك شعبيه شو؟ شعبيه الجدر. لجعه. لجعه الجدر. اي. هاي اطيب شيء. انزين. وخلاص. نحشي بالخضار الموجوده، شنو الخضار عندنا؟ البصل. نبدي بالاشياء القويه. مثل هنا الباذنجان حشيه. اول شيء الحين يحشون الشيء اللي يقهر زياده الطباخ القوي. اللي هو مثل البيليان والكوسه الكوسة. وبعدين هاي الاشياء البسيطه هذا معاليهن بينات الفلفل، وبعدين هذا شويه لانه يعني يستوي رقيق شويه نخليه لي فوق البصل حتى لا ينمرض. الحين خلصنا لف الدولمه، وهسه نخليه على النار حتى تحمس الدولمه، وبعدين نضيف له الصلصه. الحين بدون ماء يعني بدون اي شيء. تراها تحط الحين هالنمون تقول عشان روحه يتعارق. روحه يتعارق ويمسك واللحمه تحت تنحمس. هي والبطاطا وعقب يحمس الجدر نحط له الصلصه اللي هو الصوص. الصوص عباره عن معجون طماطم معجون طماطم شويه دبس رمان
شويه ليمون وملح. هي تمرج به وعقب تغطي عليه وتخليه لين يجهز. لكن الحين اروح احافه تخليه كم فتره؟ خليه لان يحمس شوي. يعني يحمس نص ساعه ربع ساعه؟ تقريبا ربع ساعه. هناك الصلصه حنخلينا شويه ملح شويه حامض شويه دبس الرمان. انزين ونخليه المي نخبط الصلصه. هذا المروق الحين متى بتحطه؟ هي بتحطه يوم بيسوي هذا روحه بيتعارق وبيسوي مروق روحه بيتعارق بينشف مرة ثانية عقب يوم يتشكتك يوم شو؟ تشكتك وما تشكتك لازم يتشكتك؟ لازم حمسة الدولمة هاي حمسة والحين راح أخلي الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الصلصة بس مو زيادة. الحين طبقها بهذا ونخليها على النار إلى أن تستوي. كم يبالها وقت؟ تقريبا أقل من ساعة إن شاء الله. الحين استوت الدولمة. كم خذت وقت؟ ساعة تقريبا. ساعة ساعة ونص تقريبا. ها نشف معها وقدت ما شاء الله ما زينها. هذه الدولمة وذاك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله. لا اسمتي يمنات يا مريم يا مريم يعلي التسلمين يعلي التسلمين على هالطبخة الفنانة المميزة. بارك الله فيك مشكورة وما قصر. طالعيني عادة. يا الله حق النظرة الأخيرة تعال قدام جدي مي. أيوة قولي بسم الله ما شاء الله تبارك الله على الدولمة اللي على بطنها وظهرها اللي هي البصراوية ولا البغدادية البغدادية. بارك الله فيك.